يا هلا فيكم، يلا تحييهم. هذه الله يحييكم ويسلمكم ويخليكم العين ترجيكم. قصة زوج وزوجته كانوا عايشين في قمة الرومانسية والحب، وكانت الزوجة مدرسة وراتبها زين، يعني من المدرسات أول، يوم كانت رواتبهن عالية ما هم مثل الحين. وهذا الزوج جاء يوم من الأيام وهو طفران، ما هنا زود دراهم الله يخالف، وحصل زوجته توها مستلمتنا المعاش، وهو اللي ينبسط يوم طلعت من البيت نقز للدرجة اللي فيها الدراهم والقطلة 7000 ريال فقط لا غير. المهم بعدها درت زوجته وزعلي وطلعي البيت أهلها ونادت أخوها وتمردس ببطنه وما خلى في عرق صاحي والله لا يوريكم. لكن الزوج بعد ما صحى وصح صح واستصح قال هالقصيدة اللي كلها شجن وعاطفة بعد ما هجرته زوجته بدون عودة. أتمنى تنال إعجابكم ولكم تحياتي. يقول لي زوجة حبه يتل المعاليق، عرسي عليها العام بأول شباطي، من روحته والزاد بالبيت ما ذيك، ولا أميز العلم القوي والخراطي، بياض وجهه من بياض الغرانيق، وخدودها يا خوي مثل الطماطي، والصدر يزهابه عذاب العشاشيق، والردف زامي فوقها الخصر واطي، ومدرسه مع زين كل التخاليق، وزود على هذا تعرف الخياطي، وجابت رويتبها وصفقت تصفيق 9000 كلهن بالمغاطي، وصكت عليه بغرفته بالصناديق، وغطت على صندوقهن بالبساطي، وديتها تشتري قدور وباريك، وانا انطلقت للبيت يم شناطي، واخذت 7000 معهن تلاحيق، وخليت انا 1005 معهن فراطي. عرفت وقالت عندك اليوم مالك، والله لو تربط برجلي رباطي، وانا عرفت اني توهقت توهيق، يا الله يا رب اتهدين صراطي. وقالت لأخوها كل شي بتوثيق، وجاني حلال القوم راع نشاطي، ثم انضربني ضربة تييب سريق، وقام وفرشني فرشته لصماطي، وقام يتوطاني بلية رافيق، ويرجد علي ويمسحن بالبلاطي، ووجس بصدري عقب ضربه حشاريق، قمت أتنفس عقبها من أباطي، لي 9 أيام وأنا بيت شاهيق، عجزت أسولف كن في نسقاطي، براسي صعارير أسوات الزرانيق، ومضارب بالبطن مثل المقاطي، ولا ضاق صدري قمت أجمع طوابيق، ولا توسع قمت أجمع قواطي، أنا أحمد الله بدل الضوق بالضيق، والهم من راسي نزل للمواطي. وسلامتكم، ويا رب تعجبكم القصة والقصيدة، في أمان الله.